قاعدين بهناك. في جنجويد؟ والله جنجويد ما فيه. جنجويد ما فيه. أصل جنجويد ما فيه. ماشيل خلاص. الآن في مشاكل بيناتهم. الجنجويد اللي ما تابعين للرزيقات سحبوهم من مناطق كثيرة. وأغلبيتهم خدتهم في السجون. وفيهم الودو لي الله كثير كثير منهم. ليه؟ لأنه في عدم ثقة. بيقولوا بطريقة بالملي، لازم في جاسوس، لازم في عميل، لازم كده، لازم كده، لازم كده. الوضع ممتاز جدا جدا في الميدان. الأمور طيبة مرتبة مليون المئة. كل حاجة طيبة. كل حاجة طيبة، وبإذن الله تعالى قريب. قريب الوضع يضبط والأمور تضبط، وبإذن الله الناس ترجع لبيوتها. ما في حاجة تخلي الناس تخاف، ولا في حاجة تخلي الناس تلاوز ولا تتكلم تقول كده ولا كده. الوضع ممتاز 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 ممتاز. الناس الجايين من وين؟ الجايين من وين؟ يا جماعة اسمعوا الكلام ده كويس. ما في حاجة بتخش ساي. حاجة بتخش ساي ما في. دي خلاص دي انتهت. نقفل الصفحة دي عشان نمشي نشوف الحاصل شنو. عندنا في منطقة اسمها البوم. البوم دي فيها سوق. احنا يا جماعة قامت لأنه في ناس طمعانين في البلد دي. دارين يحكموا البلد دي. دارين يحكموا البلد. السبب اللي المؤامرة الخارجية ولا المؤامرة اللي بجنبه، السبب الرئيسي أنه في ناس دارين يطلعوا السلطة. كان قحاطة، كان جنجويد. كل زول عنده فهمه داير البلد دي لأي حاجة. عندنا ضعاف نفوس. من كل الشعب السوداني وبما فيهم القوات النظامية. زي ما في الشعب في عملاء، في القوات النظامية في عملاء وفي خونة. مفروض الحق ترجع. الناس كلها توب وتستغفر. الناس كلها تصلح. أي زول كان ماشي سيء استعدل. ما دي فرصة. ثاني لو ما صلحت هسه ولو مو بقيت بني آدم سوي حتستعدل بيتين. لو ما الآن بقيت زول وبقيت كويس وبقيت إنسان عندك أخلاق وعندك شرف حتستعدل بيتين. بيتين حتستعدل. ما في ثاني ما خلاص معناته أنت ما حتستعدل اليوم والله. لو استغلتك وما كنت إنسان كويس وما كنت راجل وما كنت عندك شرف ونزاهة ثاني ما منك. كان مواطن ولا كان قوات نظامية. نمشي لزول عجيب جدا جدا من المناطق دي، مساعد بتاع شرطة. المساعد بتاع الشرطة ده بيجيب الحبش بيشغلهم في نوادي المشاهدة، في محلات الشاي، في محلات الغناء، وبياخذ منهم قروش وبيقول لهم انا حاميكم، ما في ذول بيساعدكم. الكلام ده حقيقة. الكلام ده حقيقة والآن الكلام ده موجود في البوم هناك في سوق البوم. الآن موجود هناك. الزول ده بيجي ينفضهم طوالي، كل زول فيهم بعد ما يشتغل بيجي يقسم له. اللي بيجي يدي لي انا بحاميكم وما في ذول بيساعدكم. مساعد ما شاء الله ركشتين ودكاكين وناي، واي زول ياكل طالع ياكل نازل ياكل، ومساعد بتاع شرطه. انت تابع لوين؟ تابع للشيطان؟ انت تابع للشيطان ما تابع للشعب السوداني ده؟ يا اخي شوف اخوانك يا اخي، غير سايد، غير، خليك بني ادم صالح. خليك الكاك اللي لابسه ده ما بتستحقه، الكاك اللي لابسه ده ما بتستحقه. انت زول الان حرامي ومتواطي مع الاجانب. شوف يعملوا لك شنو؟ مفروض يعملوها ليه؟ مساعد شرطة، مساعد بتاع شرطة. بياخذ التوريدة، نادي بتاع مشاهدة، مقاعدين الحبش بهناك، فاتحين البلد، كل زول قاعد ياكلوا هنا ياكلوا هنا ياكلوا هنا، لا بعينه لدولة، ولا بعينه لأخلاق، ولا بعينه لعزة، ولا بعينه لكرامة، كل زول وسخ في وساخته. ما هو يا مدير الشرطة أنت مستحيل تقعد تخلي الشرطة كده فاكة. مستحيل تكون قاعد والشرطة كده فاكة. ده كده ما بتنفع. لا عندك قانون، لا عندك ربط، لا عندك اي حاجه، بس قاعدين عدينا شرطه فوق بتاع الجمارك ولغف. يصلح الشغله وتعمل لها قوانين وتعمل لها ضبط وربط، يا يجيبوا غيرك احسن. ما هي شغل ما عينوك ليه؟ انا دا اعرف وزير الداخليه ده عينوا ليه؟ الداخليه دي شنو؟ قاصدين بها شنو؟ مش عينوك عشان الامن والامان؟ مش عينوك عشان الفساد؟ مش عينوك عشان ناسك ديل؟ ولا عيونك عشان حاجه ثانيه؟ عندك الفساد في الشرطه دي قبائل واحد لما نطمم البطن، نفس العلاقه الزمان ونفس الوسخ يا هو قاعد معانا. نفس الناس القذره اللي بيشيل الرشوه، نفس الناس الوسخه قاعده. ليتين لو ما استعدلنا الان ودين حسوا براون استعدلوا، ثاني حيستعدل ده ما حيستعدل لي. ولا حيبقى لي زول، ولا حيبقى لي ولا حينفع في الشرطه، خلاص. ما الشرطه دي احنا دايرين ناس اولاد ناس. بيخافوا من الحرام وبيحبوا الحلال. ناسك ديل والله غير بيحبوا الحرام وبيخافوا من الحلال. الكلام ده واضح. دار تشوف لك طريقه غير، دار تغير، دار يجيبوا لنا وزير داخليه من ناس الشرطه، الناس اللي بنثق فيهم، الناس اللي بنعرفهم، الناس اللي اشتهروا بالنظافه وبالاخلاق، الناس اللي عندهم هيبه. يجيبوا لنا مدير عام شرطه يكون بنعرفه، يكون ثقه بالنسبه للناس، يكون دار يعمل، دار ينظف، دار يعمل لنا شرطه تليق بالمرحله الجايه. لكن مستحيل نلقى شرطه الان قاعده، سبحان الله. مساعد بتاع شرطه والله قاعد المنطقه دي في الشماليه بيشغلوا الناس ويجيبوا الناس، وكل زول عنده هو يشغلوا الحبش.
والحبش هو كفيلهم وبيخلص منهم في عرقهم ده بيشاركهم في عرقهم ليه؟ عشان يحميهم. وما في دول بيزعلكم وشغالين في نادي المشاهدة وعندي الصور والصور بتاعت الحبش والصور بتاعت نادي المشاهدة والصور بتاعت البغالات حقته والصور بتاعت الركشات حقته والصور بتاعت اي حاجة. وده مساعد ده انت لو وصلت ملازم تعمل شنو؟ تبيعنا نحن شعب السوداني؟ ده انت حياتك يا دوب مساعد. ليه الان انت مساعد ومسيطر على منطقة كاملة كأنك انت الفريق هناي؟ ليه الان انت مساعد؟ ده انت مساعد بتعمل كده تبقى ضابط رتبة ده بتعمل شنو انت؟ عشان كده ناس الشرطة وزير الداخلية مدير عام الشرطة الزول ده المساعد ده لازم يتحال للتحقيق ولازم تحققوا معاه. والزول ده موجود الان في منطقة البوم. الزول ده يسيل للشرطة ويسيل للدولة السودانية ويسيل للغوات الشعب السوداني ذاته. يسيل للشعب السوداني ذاته. الزول ده يسيل للشعب السوداني ذاته الان. عشان الكلام يكون واضح. احنا ما دارين دولة سودانية. كفاية سكات، كفاية لف ودوران، خلاص. الناس تعبت. احنا الان اللي وصلنا لده وصلنا به لانه كانت في انتهازية. لانه كانت في محسوبية، لانه كانت في رشوة، لانه كان في حرام، لانه كان في لف ودوران، لانه كان في لعبة ثلاثة ورقات، لانه كان في أي حاجة سيئة، عشان كده نحن جانا الحاجة فينا دي. الآن احنا ماشيين لمرحلة ننظف وماشيين لمرحلة بتاعت الدولة السودانية، وكلنا بنتكلم بالدولة السودانية، الدولة السودانية، وده الاستغلال الحقيقي، الاستغلال الحقيقي، أسوق معي حرامية قدام، الاستغلال الحقيقي، قوات نظامية بدل يحمية يبقى حرامية، ده ما بيبقى، المفروض هو الأثيوبيين ده يسلمهم بنفسه، يقول ده الأجانب. مفروض هو يكون العين الساهرة للوطن، لكن من اللي بيبقى عين ساهرة؟ من اللي تعود على الحرام وما في ذول بيسأل وما في ذول ده بياكل حرام طول عمره. ده بياكل حرام طول عمره، مقعد له حبش ومقعد له ناس من برا ما معروفين، احتمال قاعدين جواسيس للجنجويد، يوم من الايام يقلبوا، يوم من الايام يجي الجنجويد بالمناطق، يوم بودوا المعلومات، بيعرفوا مكان الضباط وين، مكان العساكر وين، ممكن يعملوا اي حاجه، ليه نحن ندي من ساحه بتاعت كلام فاضي زي ده؟ ليه؟ ليه السبب شنو؟ السبب ما في اي سبب، بس يا هو احنا لانه احنا شعب طيب. شعب طيب وقت ما شعب ليه ما شعب طيب؟ مساعد يقعد يلعب فينا ويقعد يعمل نفسه ابو القانون وشايل لي بطاقه في بيها ولابس زي ده تمسك وتطلع ميتين وطالما على حرامي. طالما مقاعد الاثيوبيين ده ياخذ فيه لانه وسخ زيه زي الجنجويد. طالما مقاعد الاثيوبيين معناته هو وسخ زيه وزي الجنجويد ده الواحد. عشان كده ما في رحمه. يا اما الناس تكون دغريه وتكون واضحه وصريحه والبلد تكون كلها وماشيه بلد نزاهه وكده، يا اما خلي الرهيفه تلقى. لكن احنا انتصارنا ده بدون ما الناس تتغير ما منه فايده. انتصارنا ده بدون ما نغير الناس وعقليه الناس والقوات النظاميه دي تترتب ما في فايده. انتصار ساي كده اسم انتصار حترجع اسوأ من اول. ليه؟ لانه الحرامي حرامي وبتاع القانون انتهازي للان وبتاع هذاك بتاع الشرطه وفي 150 الف بتاع شرطه مع الجنجويد. احنا قاعدين بتاع الشرطه وين الغايب؟ مدير عام الشرطه قاعد. لا ما شفنا لنا قرار، ما شفنا لنا تنبيه، ما شفنا لنا الليسته بتاعت ناس انه الشرطه بتتبرع منهم. مفروض الان تطلع الشرطه تطلع بيان تشوف تحت تعمل حصر للجنجويد للناس الشغالين مع الجنجويد والناس اللي طلعوا برا تجيب الشرطه تقول ده لا ينتموا ليها وعليهم تسليم كده كده واحد والدنيا كلها. لكن ما في، كله مفتوح. لو جه بعد سنه بيرجع يلقى وظيفته قاعده. في ناس ماشوا مبلغوا في كسل وقاعدين سايقين ركشات وبياكلوا وبيشربوا وبيصرفوا راتب وممكن يجوا يشتغلوا في مكانهم. لا لا، احنا نقعد نتفرج في بلدنا وهي بتضيع؟ ده ما ضياع بتاع وطن. عشان كده رسالتنا لمدير عام الشرطه لو في مدير عام شرطه ولوزير الداخليه لو في وزير داخليه لازم الشرطه دي يشوفوا لها حل. لازم طالما مساعد بيجيب الكيلو وقاعد موجود لو دارين الصور فيه لو دارين البيانات فيه لو دارين التقارير فيه. التقارير بتترفع كل يوم والتاني ولا حياة لمن. من ناس الامنيه ذاتها بتترفع تقارير لكن ما في محمي. الناس بتقاسم في الحرام. الحرام ده ما دايم، لو كان بدون الحرام كان دام لعب ده للهالي، كان شبه حرام. كان شبه حرام لو كان بدون، انت بتلقى فعلا شنو؟ قدامك رجال في الميادين قاعدين الشعب يتعيش وانت قاعد هناك فاتحه حرام في حرام قاعد تسرق وتجيب في الحبش وتجيب في دين وتدخل فيه والجيش بتاعنا بهنا ينظف انك انت والله العظيم انت عار على الشرطه. انت عار على الشرطه الان، انت عار على الشرطه. ما بالك في كميه بتاعت فساد ما طبيعيه. احنا لو قعدنا كل يوم نتكلم عن الفساد حكايه، قوات نظاميه في ناس جوا محشوه عباره عن فساد رتب فساد بس سرقه عدينا سرقه ونهب عدينا للان سرقه ونهب. يا البلد تتنظف وحتتنظف شاء من شاء ابى من ابى حتتنظف. انت حتتغير غصبا عنك، ما تتغير تتبلع. ما عندنا لك حاجه، دي بلدنا دار تقعد بيه زي زمان ما في. يا يكون عندك اخلاق وعندك شرف وامين يا ما تقعد. الكلام ده واضح. الان الشغل الحاصل ده شغل كلام فاضي صاير. والله العظيم الكميه بتاعت فساد مبالغه. ناس انتهازيه بس غاله، ناس بتغنى، ناس بتتاجر، فاتحه بتاعت مشاهده، فاتحه لشنو يعني؟ في شنو؟ وناس يقروا والعالم داري يجيب واد امميه وانتم فاتحين عليه مشاهده وفاتحين عليه دبايه وكله ده شنو ده؟ انتم ما معانا في السودان ده؟ السودان ده حقنا احنا برانا؟ انتم ما تابعين لنا؟ انتم تابعين لوين؟ ما عشان نعرفكم قولوا احنا تابعين لوين؟
انتوا ما تابعين للناس؟ نادي بتاع مشاهده وتعال هنا ست الجبنه وست الشاي والقرقره والطحن والناس هنا الكل يقول لك انا قوات نظاميه واصرف راتب واصرف. معقوله؟ معقوله انت تابع لقوات نظاميه عشان شنو؟ انت منظم شنو؟ عشان تسرق؟ انت لابس الكاكي ده عشان تسرق بيه وعشان تنهب بيه؟ انت لابسه عشان كده؟ عشان تشيل بيه رشوه؟ عشان تعمل عشان تخوف بيه الناس؟ انت لابسه عشان كده؟ طلعوا طلعوا، احنا شعب السوداني ما دارينا غصبا عنك، وكراعك في راسك حنحاكمك. ما هي مستندات قاعده الليله، ما اتحكمت بتتحكم، ما اتحكمت بكره بيجي اليوم بنحاكمك، بننتصر وبنحاكمك، بنخلي والله ما نخليك، وقسما بالله ما نخليك. ما احنا محددين، شفت البلد دي لو شفتها ما بارينا.